السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. الدرس بتاع النهاردة يا جماعة هو إزاي هنكتب البسملة بخط النسخ. تعالوا كده نكتبها مرة وبعد كده نشرح إزاي هنكتبها بسهولة. تعالوا نكتبها إيه بالراحة كده. بعد ما هنخلص هنقول لكم كتبناها ازاي. سهلة خالص يا جماعة، سهلة خالص. تعالوا بقى نشوف هنكتبها ازاي وكتبناها كده بالشكل ده ازاي. واحدة واحدة معايا، ركز معايا. يعني ايه؟ حاول ما تكتبش ورايا، حاول تستمع للفيديو للنهاية وبعد كده تبدأ ايه تطبق واحدة واحدة. تمام. حرف الباء مع السين اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. هنكتب الباء مع السين ازاي؟ بنطلع سنة لفوق كده اهو، والسطر الكتابة هنا. بعد ما طلعنا سنة لفوق اهي، سنة بسيطة خالص لفوق، بناخد منها من الجزء اللي فوق ده وبننزل نلمس سطر الكتابة في المنطقة دي كده. ممكن ما تلمس سطر الكتابة، بتسيب مسافة كده، ومن هنا بتطلع سنة لفوق. طلعت سنة لفوق، حاجة بسيطة خالص، هتعمل رقم 7 برضو او تاني، والسنة التانية كده، وبترجع تمشي ايه على السطر. النقطة بتاعتك هنا وبترجع ايه تمشي على السطر. من هنا كده بتسيب مسافة، انت سبت مسافة هنا صغيرة، هنا مقدار نقطة مثلا، بتسيب مسافة اكبر شوية وتبدأ من هنا من المنطقة دي كده اهو، بتمشي لقدام اهو. انا ممكن امشي افضل ماشي لقدام اهو. تمام. من هنا كده بعمل رقم 8 اهو، وبلمس دي في دي علشان اسيب ايه فراغ في المنتصف. هنا بعمل ايه الحركة دي كده. حرف الالف بتاع لفظ الجلالة بجيبه فوق هنا كده. تمام. ومن هنا بعمل اللام الأولانية بالشكل ده، اللام التانية بالشكل اللي فوق كده اهو. تمام. ومن هنا كده بجيب اللام التالتة، بتبعد عنها شوية، بتبعد عنها شوية، وده حرف الهاء اهو. تمام يا جماعة. الرحمن الألف بتاعنا برضو اهو، ممكن اجيبه هنا كده وممكن اجيبه زي ما انا جبته فوق اهو. ادي اللام، دي اسمها حلية، اللي فوق دي اسمها حلية، وبنزل منها لتحت كده وبعمل حركة بسيطة خالص كده عشان احضر لحرف ايه، لحرف الراء اللي هيجي ايه اكنه هلال كده في المنطقة دي. وبعد كده بجيب حرف الحاء اكنه موجة اهو، اكنه موجة، والمنطقة دي برجع اعيد عليه تاني. وبعد كده بجيب حرف الميم بالشكل ده اهو، عملت سنة بسيطة وعملت ايه رقم، اكني بعمل رقم واحد كده. هبدأ ان انا اكتب الكلمة الرحمن، وبعد كده اجيب الكشيدة دي من هنا لهنا، دي اسمها كشيدة اهو. تعال نجيب حرف الالف واللام، سهل خالص زي ما عملنا هنا. ومن هنا بنعمل حرف الراء اهو، الرحيم، الحاء، وبعدين بنعمل سنة بسيطة خالص كده
ومن هنا بنمشي لقدام، ممكن نمشي اكتر كمان اهو زي ما مشينا في الاول اكتر اهو كده. ثم بنعمل ايه؟ ها الحركة دي اهي تمام. النون الكشيدة اهي بعد ما عملنا ممكن نجيب اهو ونحط النقطة بتاعتنا هنا، نبدأ ان احنا ايه نشكل. اهو وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الفيديو للنهاية انه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. دمتم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.